مساء النور، مساء الجمال. معاكم النهاردة برنامجكم الجديد، دكتور هاجر سعد، أولى حلقاتكم. احنا في البرنامج هنتكلم عن ايه؟ عن كل ما يخص الطب، كل ما يخص الجمال، تحديدا كل مشاكل الشعر، مشاكل البشرة، مشاكل الليزر، كل ما يخص الجلدية، كل ما يخص السمنة، النحافة. بالاختصار كده، جمالك عندنا. كمان بهتم ان كل سيدة، كل بنت يوصل لها المعلومة تكون بشكل صحيح. فاستضفت النهاردة، نورتني في الحلقة معايا، دكتور نهى عطارد، ايكون اوف بيوتي، ايقونة الطب التجميلي. نورتني يا دكتور. اهلا بيكي دكتور هاجر. صراحة انا يعني من الفانز بتوع حضرتك. اول حاجة على راسي طبعا مجيتك، ده الله شرف يخليكي. ليا. تسلمي تسلمي. يا دكتور، كان في مشكله تقريبا هي الترند اللي على الساحه، يعني الترند اللي على الساحه حاليا، التقشير. اي مشكله بتقابلنا، لا روح نعمل تقشير. طيب هل التقشير ده ممكن انا اجيب اي حاجه من الصيدليه، من السوبر ماركت، ومكتوب عليها تقشير، واروح حطها على بشرتي؟ لا بصي، اولا ميرسي قوي على ايكون اوف بيوتي. على راسي يا دكتور. احنا التقشير ده انا بقول عليه انه عالم لوحده كده من الطب التجميلي، كتاب خاص من كتب الطب التجميلي. التقشير تعريفه هو ازاله الطبقه الخارجيه من الجلد. المفروض الطبقة اللي اتضررت من الشمس، من التراب، من الجو بتاعنا، من مع تقدم السن طلع تمام. لها حبوب، طلع لها ظهر فيها شوية حفر، ظهرت فيها شوية علامات، ظهرت بقع، كل الحاجات دي بتكون الطبقة الخارجية اللي هي نتيجة بقى التعرض، نتيجة قلة شرب المية، نتيجة الجفاف، نتيجة تغير الفصول. مع طبيعة كل بشرة الطبقة دي بتتضرر بشكل معين. تمام. احنا في التقشير بنحب نشيل هذه الطبقة الخارجية. الفكرة بقى احنا بنشيلها ازاي، وبنشيلها لأنهي درجة، وبنشيلها عند كل واحد يعني في وقت قد ايه، دي حقيقة. وتظهر نتيجته بعد قد ايه. التقشير سيستمه فعلا كبير جدا، مع ان الجلسة بتاعته تعتبر اسهل جلسة في عمايلها، انما هي اصعب جلسة في متابعتها. دي يعني حقيقة. كل لما بنعمل اكتر جلسات عندي في العيادة احب اتابعها وتجي لي منها اتصالات، هي جلسات التقشير. الو يا دكتور، انا النهارده حصل معايا كذا، طيب يلا استخدمي 1 2 3. يا دكتور انا النهارده صحيت لقيت وشي كده، طب يلا اعملي 1 2 3. طب انا عندي مشوار عايزه اظهر بالشكل الفلاني، استخدمي كذا. فالمتابعة بتاعته بتبقى يمكن احيانا 50% من الريزلت، بتبقى تمام. على حسب المتابعه، اتابع صح ولا ما اتابعش او اتابع غلط. غير طبعا طريقه عمل الجلسه نفسها، اللي احنا اصلا هو ده اللي احنا يعني انا عايزاه نبتدي نتكلم، انه الجلسه نفسها بتتعمل ازاي حسب اختلاف كل شخص. يعني يا دكتور دلوقتي اكيد بتختلف من بنت لبنت، اكيد عند حضرتك في العياده، صح طبعا كده؟ طبعا، ده يعني من بنت لبنت، ومن مش عايزه اقول لك من جنسيه لجنسيه كمان، ومن طبيعه بشره لطبيعه بشره، ومن يعني احنا الكالرز بتاعتنا، احنا درجات لون البشره درجاتنا كمان. بالظبط، درجه لونها، نوعيه بشرتها، هي مش مساله درجه اللون قوي قد نوعيه البشره. ما احنا عندنا يعني البشره تايب 1 و2 و3 بيبقوا الثلاثه دي بيض، حقيقة. انما الفكره انه كل واحده استجابتها غير الثانيه. يعني تايب 3 مثلا، البشره اللي هي الدرجه 3 مثلا او تايب 3 دي بتبقى بيضه، احنا بنشوفها دي بيضه، حقيقة. بس بتتعرض للجو تلاقيها اسمرت شويه، ولما تسمر ما يعني ما يروحش منها السمار بوقت طب يا بسيط. دكتور، احنا عندنا حاجة صراحة، اسئلة كتير جات لي برضو على الفيسبوك والحاجات دي كلها. بنروح نعمل التقشير، وبعد ما بنعمله بيظهر التهاب، فبنروحش للدكتور. طب هنجيب بقى احنا مرطب، طب مش عارف ايه، يعني مش كل الريزلت زي بعضها طبعا وبيبداوا خالص. يتابعوا كمان. يعني في مثلا بنات مثلا بيكلموني، لا احنا عملنا التقشير واحمرار، فاحنا هنجيب كريم مرطب وخلاص، مش هنروح تاني. وبتلاقي الايفكت العكس بقى، خلاص بالظبط، بيقلب. ما هو ده بقى لسه هقولك، التقشير سلاح ذو حدين.
يا اما يظبط لك البشره تماما ويعالج لك حاجات فعلا مفيش اي حاجه تانية بتعالجها، يا اما بعد شر ممكن يكون سبب في مشاكل ما تعرفيش تخلصي منها اصلا بعد كده باي ثواني وسيله كده، انا تانية. هاخد من حضرتك كده السطر ده، يعني السطر ده كده واحطه ايه برواز، ما هي دي التقشير يا الحقيقه. جماعه، يا جماعه ركزوا، سلاح ذو حدين، ايوه هو يعني فعلا نحط كده دي كده هايلايت كده هي ونبص عليها. اذا البشره اتعملت صح واتعملت بالماده المظبوطه اللي نافعه للبنت دي، سنها او تمام. الست السيده دي سنها قد ايه لازم ناخده في اعتبارنا، نوع بشرتها لازم ناخده في اعتبارنا، جنسيتها لازم ناخده في اعتبارنا، عاداتها حتى لازم اخدها في اعتباري، هي كوبريتيف معايا بتساعدني وبتسمع كلامي ولا هي عنيده بتحب تجرب، شابه صغيره غير الست الكبيره، طبيعه الجلد، المشكله اللي بتشتكي منها ايه، كل ده بيفرق معايا في اختيار اصلا الماده والسيستم بتاع الجلسه اللي هيتعمل لها. انما في الاول وفي الاخر التقشير كمجمل كده هو 3 انواع، يا اما يتعمل سطحي يا تمام. اما يتعمل متوسط يا اما يتعمل عميق. تمام. نادر قوي لما بنلجأ للعميق، نادر جدا دلوقتي لانه حتى جونا احنا اللي فيه شمس جامده وعلى طول فيه اتربه وكده، ما نحبش نعرض البشره للتقشير العميق ده الا تحت ظروف معينه قوي، وقبله لازم بنعمل تمهيد قبل الجلسه دي بشهرين وبعدها بشهرين تمهيد تاني بعد ما بنعمل الجلسه في النص. يعني تمام. الجلسه العميقه دي ما تبقاش حاجه سهله يا جماعه، لا لا طبعا، والتقشير ما هوش موضوع بسيط، اكتر حاجه بنلجأ لها هو يمكن السطحي. ولازم نتابع مع دكتور هو المختص، لا ده عارف نوع لازم، بشرتي ايه، ده عارف كل لازم ده. يكون دكتور. عارفه حضرتك طب يا دكتور خلينا نبص على بعض الحالات، خلينا نشوف حاجة بقى ريال حقيقية، دي حالات من العياده. حالات من العيادة عند حضرتك، بحيث يبقى ايه دايركت كونتاكت على طول، يعني ايه نشوف تمام كده معانا اول صورة. تمام. بصي كده يا دكتور، تمام. دي دي كده كانت حالة معانا، انا عايز اعرف دي كده كانت بتعاني من ايه، انا من شايفة في الحبوب، حبوب، دي حبوب شايفة في حبوب ومقع، كتير كانت وفي البشرة كانت بشرة بايظة خالص. الدنيا يعني. طيب مع كل طبعا يعني تقديري لشكل البنوتة، هي أصلا جميلة جدا في طبعا، الأساس. بس احنا يعني خافين الملامح. على فكرة يا جماعة ده نتيجة التجارب، يعني وش البنت دي ما كانش كده خالص، هي قعدت تجرب حاجات كتير وماركات كتير، وعلى فكره ماركات مش وحشه طبعا. كبراندات، هي براندات عاليه وبارقام كويسه غاليه، يعني الماتيريال، كل الحكايه ان المواد ما ناسبتش بشرتها، دي حقيقة، مش كل غالي فوصلتها يناسبنا. للمرحله طب الحبوب ودي كمان يا اللي دكتور، شفناها دي، وبعدين لما اتعالجت بقت زي ما شفتوا قبل كده. دي كمان. دي كانت المشكله بتاعت المسام، دي كانت تمام، مشكلتها المسام. بس في فرق كبير افتر وبيفور الصراحة يعني. معلش دي عملت حوالي 3 4 حلقات، ودي دي خدت كورس كامل علاجي، دي هو كانت باين المشكلة في حفر. حفر. كنت اسال حضرتك. دي كانت المشكلة الحفر، دي خدت وقت طبعا، اكتر حاجة بتاخد وقت في علاجها الحفر عشان تتعالج بشكل مظبوط وعشان المفعول يستمر. يعني خدي بالك حضرتك، هي مش الفكرة في التقشير اني بس اعمل الجلسة صح واطلع منها ريزلت، لا الفكرة حفره الاكتر بقى. ان المفعول اللي انا اديتهولها ده يستمر دي حقيقة. ما يروحش من وشها. عشان كده اي واحدة بتعمل جلسة تقشير احنا بنقول لها بعد اثناء الجلسة تستخدمي كذا، بعد الجلسة تستخدمي كذا، هتكملي اللايف سيستم بتاعك او اللايف ستايل بتاعك على كذا وكذا وكذا وكذا. ده دور بقى الدكتور في الحتة دي. طبعا طب ما خلينا. تجربيش مواد جديدة، احنا اي حاجة تغريكي في الصيدلية، في لا لا اي حد خالص ينصحك خالص. بحاجة ابعتي اشوف استشيري تناسبك او ما الدكتور الخاص تناسبكيش. بيكي. بالظبط كده، تناسبك هتستخدميها، مش طب هتناسبك احنا كمان عندنا مفاجأة، دي اكسكلوسيف صراحة، ما طلعش لحد، من قلب العيادة بتاعت الدكتور، فيديو الدكتور هي اللي عاملاه اوريدي جلسة بإيدها. تأشير. خلينا نشوفه. اهلا وسهلا بيكم من نوها كلينك. احنا النهارده معانا حاله هنعمل لها جلسه تقشير. انا قلت لكم قبل كده ان انا بموت في جلسات التقشير. التقشير بيدي مفعول السحر في الوشوش، بيعالج حاجات فعلا ما فيش اي حاجه تانية بتعالجها.
هنعمل الجلسة البوسي، وبعد أسبوع 10 أيام بيبتدي يبان مفعول الجلسة، ما بيبانش المفعول في ساعتها طبعاً. هنعمل الجلسة النهاردة البوسي، وبوسي تابعت معانا حوالي 5-6 شهور العلاج. بعد كده هنعرض لكم شكلها أول ما بدأت العلاج وبعد ما خلصته. تعالوا بينا نشوف الجلسة هتعمل إزاي. طبعا جلسات التقشير ما بيبانش نتيجتها في ساعتها، يعني هي باسكال مشيت معانا على العلاج علشان خاطر الحبوب حوالي 5-6 شهور. هنشوف نتيجة الجلسات بتاعة التقشير والعلاج الكيميائي بتاعنا معاها بعد 6 شهور قبل وبعد. اشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله من نهى كلينك. بصراحة يعني سعداء بالفيديو، أنا نفسي كنت بتفرج عليه مع الجمهور. الله يخليكي. جميل. إحنا كده أخدنا إن إيه، نتابع نفولو أب مع دكتور، الدكتور بتاعي ما استخدمش أي براند من دماغي طبعا. الكلام ده كله صح قوي. المتابعة يمكن أهم من الجلسة، 50% من النتيجة. أحافظ إزاي؟ ده جزء من الجلسة نفسها، إني أحافظ على مفعولها إزاي بعد كده. طب يا دكتور، في مشكلة تانية برضو، يعني احنا كلنا مش بناخد بالنا منها، ناخد بالنا من وشنا، ناخد بالنا مش عارفة رموشنا طولت شوية، حواجبنا مش عارف ايه شوية، ايدينا ننساها. ايدينا يعني تلاقي مثلا عاملة شعري وحاطة فول ميك اب وعاملة وايديها باين سن، يعني هي باين على وشها ان هي صغير تمام من الميك اب حضرتك طبعا عارفة، والايد بقى باين بقى بروز. و بصي، احنا دايما، انا دايما بقول ان الجمال ده منظومه متكامله. بصي يا دكتور، انا بس العروق دي ريال كيس برضو من عند الدكتور، من العياده من عياده الدكتور. بصوا المنظر، يعني عايزاكم تبصوا معايا على المنظر، بصوا العروق، يعني دي ايد محقونه، الصوره افتر وبيفور، العروق ايد محقونه وايد، العروق قبل الحقن بالايد وبعد الحقن. تمام يا دكتور. لا طبعا فرق شاسع. ما هي الفكره في الايد، ان هي الايد زمان دايما كانت هي اللي بتكشف السن الحقيقي للمراه، يعني دايما بيقولوا وريني ايدك خلاص تعرفي سنها.
دلوقتي الحمد لله بقى في علاجات جديده ومتطوره بتخلينا نحقن الايد بشكل طبيعي جدا، حتى ده بقينا نعرف نخفيه الحمد لله. بس الفكره في الايد انها لازم تتعمل صح جدا، ولما تتحقن تتحقن بمواد انسيابيتها عاليه جدا 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 دي بقى عشان النقطه يا تدي دكتور. الليونه. الايد لو اتعالجت صح بتخفي السن تماما. لا اصل في يعني احنا برضو كصيادله وشركات الادويه بغض النظر عن اسامي الحاجات دي كلها بيقول لك حط اي ماده، يعني دي انا بشوفها حتى برضو ايوه سوري احيانا حتى فعلا عند الميك اب ارتست وحاجات التجميل يقول لك مش اي ماده لا سيرابيست الايد وكده. ده الايد مهمه جدا. الايد الايد جزء كبير قوي من الجمال. الايد احنا واحنا بنتكلم ممكن تبقي بتحركي ايدك صح دي واللي قاعد حقيقه قدامك هيبص يعني دي على ايدك، حقيقه. حتى لو انت مش واخده بالك انه بص هيبص على ايدك وهيبص على ضوافرك. الفكره في الايد ان لو زي ما بقول لحضرتك اتحقنت صح او اتعالجت صح، سواء دهان ممكن تتحقن حقن، ممكن تتحقن بلازما، ممكن تتحقن بماتيريال نضاره، ممكن تتعمل بمواد تجميليه دهانات، ممكن يتعمل لها تقشير بس بطريقه خاصه جدا مناسبه بماده معينه بس للايد. اذا اتعالجت صح بتبقى بيرفكت وفعلا بتخفي السن تماما. اذا اتعالجت غلط للاسف الشديد الايد منطقه حساسه جدا ومليانه اوعيه دمويه، مفيش حاجه تعرف تصلح الايد اللي اتحقنت غلط او اتعملت بماده مش مظبوطه. كمان يا دكتور عشان حاجه كده هي الايد دايما دايركت كونتاكت كمان يا دكتور، يعني انا في اي حاجه بستعمل ايدي بالظبط، يعني عشان كده احنا دايما بنقول انها منطقه من مناطق الحساسه جدا في الجسم الايدي. تمام. فعشان كده لما هتتعالج او تتحقن بماده او يتحط لها كريم حتى لازم يكون مظبوط فعلا ومناسب لنوعيه الجلد دي والبشره دي، والماده اللي تتحقن لازم تكون ماده انسيابيتها عاليه عاليه جدا جدا. تمام. مرخصه، ده امر مفروغ منه، ماتيريال كويسه وتتحط جرعات دايما بسيطه. اما اجي انا احتاج ازود ابقى ازود، انما ما احطش من البدايه ما احطش كتير كتير لان مش هعرف اخلص منه بعد كده لو عمل مشكله. دي حقيقه. طب ما دام اتكلمنا على الايد يا دكتور ما ننساش الضوافر. الضوافر دي لعب بقى دلوقتي، كل حاجه بقى فيها لعب، بقت ضوافر. الضوافر. خليني اقول لك يا دكتور يعني ايه دلوقتي الاكليريك الهارد جيل، هو البنات بيلجأوا ليه؟ هيزعلوا مني اللي لا احنا بيحبوه. بندي، خلينا نقول احنا بندي نصيحه، نصيحه طبيه. هقول لحضرتك حاجه، هو الاكريليك والهارد جيل والحاجات اللي بتركب دلوقتي على الضوافر ما ماشي، هي بتدي شكل لطيف وقتي بس للاسف علشان اعملها انا بضطر استخدم حاجات، او عشان يعملوها النيل ارتستس انا بضطر استخدم حاجات ممكن تضر الضافر نفسه. تمام. فانا الحقيقه مش بنصح بالحاجات دي، انا احب اعالج الضفر نفسه. دلوقتي اصبح العلاج متاح. مشكلتنا في علاج الضوافر زمان انها كانت بتاخد وقت طويل جدا، جميع امراض الضوافر. وده اللي بيخلينا يا دكتور نلجأ للهارد جيل، اقعد 6 شهور 10 شهور عشان هي الضفر فعلا يطلع. الضوافر فعلا عشان تتعالج صح وتشوفي ريزلت نهائيه ممتازه مش اقل من 6 شهور. انما دلوقتي زمان كان صعب تتابعي وتستمري على العلاج لانه مضطريه تحطيه طب بصي كده معناه يا كل دكتور شويه. رجعوها تاني. مضطريه كان تحطي معانا العلاج صوت الضوافر. بصي يا دكتور ده اهي مثلا ضافر على طول بيركب هارد جل و يعني ده من للاسف التركيب والامير والدنيا بالظبط باظت وللاسف هي كل ما بتركب كل ما تلاقي نفسها محتاجه تركب مش هتعرف طبعا تستغنى مش عنه. عارف اعيش كده. دلوقتي العلاج الجديد مش بيضطرك تحطيه كل شويه زي زمان فهتزهقي فيجي لك مشوار فهتنسي تحطي العلاج فمش هتستمري عليه. دلوقتي سهل انك تحطي الدواء، ادويه معينه، دهانات معينه بتتساب وبتبقى ليف ان بتتحط ما بتتشلش من على ضفرك لمده ايفن ايام كمان. وهي دي لوحدها بتعالج لانها بتبقى متنفسه، بتعدي الميه، بتعدي الهواء، بتخلي الضافر فعلا يطول وبتخليه يقوى وبتخليه بشكل الهارد جيل ويمكن احلى كمان، وتقدري ترسمي عليه، تقدري تعملي عليه كل اللي ممكن انا عايزه تعمليه اقول لك بالهارد جيل. دكتور يعني جالي مسج، يعني انا عايزه اقول لك ما كنتش عارفه ارد عليها اقول لها ايه. مركبه هارد جيل والكلام ده كله وجايبه ضوافر اللي هي اوريدي بتلزق على طول دي وحطها في البيت عشان من غسيل، طبعا عارفين غسيل الاطباق والكلام ده كله، تقول لك لو وقع مني الضفر بخش اركب واحد اجري من جوه سلمت على شكلها حد اروح اطلع هتفضح. بالشنطه. ما هو للاسف خالص. دي على فكره دي بتبقى ماساه، دي بتبقى دي حياه حقيقة. صعبه جدا جدا. دول بجد احيانا اما بتجيلي الشكوات من الضوافر اللي على طول بتتركب دي بيبقوا بيبكوا، انا مش بهزر. هو الموقف محرج جدا يا دكتور، تخيلي بسلم عليكي يطلع الضفر في ايدك.
معلش بس دلوقتي اصبح كل حاجه لها علاج، هي بس بدايه العلاج محتاج شويه صبر، ادي كل حكايه. وبعد كده صدقيني الضافر بتاعها الاصلي هيبقى احسن بكتير من اللي هي مركباه، وشكله هيكون افضل وهيتعالج. مفيش حاجه ملهاش علاج، والضوافر اصبح ليها علاج وليها علاج فعال جدا، والريزلت بتشوفيها وبدري كمان كتير عن الست شهور، من اول شهرين ثلاثه تبداي تشوفي ضفرك مختلف تماما. يعني كده مفيش حاجه ملهاش علاج عشان بس يعني محدش يقول ما بيطولش ومش هستنى وماليش علاج والكلام ده خالص. لا مفيش، لا احنا نصبر شويه ودكتور متخصص هيكتب لي حاجه معينه للضوافر بتابع عليها فولو اب عليها، وابقى عندي بس اراده ان اصبر بس شويه وقت عشان يشوف بس النتيجه او الريزلت بتاعها. بالظبط كده. طب يا دكتور انا يعني مش عارفه هو وقت الحلقه يسمح لي ولا لا، بس يعني لازم اخد حته من الشعر. ماشي، يعني حته من الشعر، يعني انا بقى دي عقليه كدكتور هاجر، يعني انا دلوقتي مشاكلنا كلنا كبنات الشعر. الشعر بصي شعر يعني بقت تقريبا فوبيا، ممكن شعري بيقع. طب اعمل ايه؟ بتحرج انزل في الشارع فبروح اركب اكستنشن اللي هو بيقعد معايا كذا مره يوم يوقعه زياده بيعمل لي تقل، ما هو اوريدي تقل اللي واخد من طبعًا. من على الراس طبعا، فبعد كده ارجع اعالج. طب انا برضو مش قادره اعالج ومش قادره اشيله، وبروح اجيب اكستنشن اغلى واغلى بقى. انا بصي دكتور عمليه يعني البادجت في الكلام دي مفتوحه، بس انا بشوف دايما بصراحه انه لو استخدمتي هذا البادجت في العلاج هيكون افضل بكتير كريزلت بالنسبه لك من استخدام، مع كل احترامي طبعا لشكل الاكستنشن وانه بيبقى جميل وانه بيبقى بس مؤقت، بس هو شيء مؤقت ومش ناتشرال، مش ده الشيء الطبيعي. الجمال الحقيقي هو الجمال الطبيعي، مش الجمال الصناعي او الفيك المعمول اللي احنا عاملينه بايدينا اللي بيروح بعد شويه. لا، الست الجميله هي الست الجميله لوحدها، من غير ما حد يحط لها ميك اب، من غير ما حد يتقل لها في الاساس نفسه كويس. بالظبط. الشعر ده شيء مهم قوي، لازم عشان نعرف نعالجه ازاي لازم نعرف سبب مشكلته ايه. يعني هل هو مشكلته بيقع، ولا مشكلته هيشان وتقصيفه وشكل مجعد؟ طب خلينا في اهم حاجه. بصي كده يا دكتور، دي كده كانت حاله تقريبا من عياده حضرتك برضو. دي كانت من العياده برضو. ده شعر، ده تساقط، ده تساقط شعر، ده تساقط وراثي كمان. دي بلازما، بس انا عايزه اعرف الكرسي يا دكتور، يعني الدنيا مشيت ازاي؟ بصي ما استخدمناش بلازما بس، استخدمنا كذا حاجه. انا دايما الكورس العلاجي عندي بيبقى فيه اكتر من حاجه في العلاج، اكتر من حق من حقنه واكتر من دواء، واحيانا بنضطر نكتب معاها شويه شامبوهات معينه، ماتيريال معينه نحطها من الصيدليه، بس ده كان بلازما مع حاجات تانية. تمام، يعني مش بلازما بس، ده مفعول 8 شهور، كورس على بعضه. ده مفعول 8 شهور. الشعر فعلا بدا ينبت. هو الشعر الفكره فيه انه عشان تشوفي نتيجه مش قبل 3 شهور تبدا تتكلم عن ريزلت في علاج الشعر المظبوط. انا ملاحظه برضو ان في نتيجه، يعني باين جدا يعني قبل وبعد. طبعا في شعر طلع شاسع طبعا. يعني هي اول حاجه بتلاحظها في خلال الثلاث شهور بنقول لها دايما هتلاحظي ان التساقط هيبدا يقف. بعد كده هتلاحظي ان الشعرايه بدات تنبت ضعيفه، البيبي هير اللي في الاول ده. بعد كده هتبداي تلاحظي ان الشعرايه اللي نبتت دي بدات تقوى وبقت هايشه. تيجي تقول لك انا شعري هاش، هو ما هاش، هو في اطوال مختلفه لسه طالع جديد، عشان كده بيبقى هايش لسه طالع جديد مش عارف يمشي ازاي يعني. بعد كده الشعرايه بتبتدي البروتين بتاعها بيظبط وبيغذي الشعر كله، وبتبتدي تاخد انسيابيتها وتتفرد وتطول وتديها الطول بقى اللي نفسها فيه، اللي هو يمكن يبقى افضل كمان من شكل من الشعر الاساسي. طب دكتور انا عايزه نصيحه من دكتور نهى لينا بقى، لينا كبنات كسيدات، ايه الروتين مثلا او حاجه نمشي عليها بسيطه؟ يعني احنا نتجنب الاكستنشن خلاص، احنا هنحاول على قد ما نقدر ده كده نسيبه على يعني جنب. حتى لو انا شايفه شعري ضعيف احاول نمره واحد مرهقهوش زياده. يعني احنا بنقول شويه معلومات بسيطه كده. انا لما اجي اسرح دايما بمشط واسع، ما اسرحش بالفرش الجامده قوي دي. دايما بلاقي البنات اللي هم 14 15 سنه ماسكين فرشه، ده يهلك الشعر تماما. ممكن تبقى طفله ومامتها ماسكه لها شعرها مسرحاهولها شداه على الاخر. هي المقصد ان هي تشده
هي بتقول لك عشان يبقى شكله ناعم. ماشي اوكي، انت مش محتاجاها في السن دوت، هي عندها 6 سنين، مش محتاجه دلوقتي شعرها يبقى ناعم ويبقى اجمل واحده في اصحابها. هي الفكره ان يبقى عندها شعر حلو قوي يستحمل التغيرات الزمنيه اللي هتمر بيها بعد كده لما تكبر. فاحنا بنسيب الشعر على قد ما نقدر، ما نشدوش، مهوي شويه، دايما مهوي كتير. يا ريت لو مبلول اصلا مربطوش، على قد ما اقدر اسيبه لغايه لما شويه ينشف، ولما اربطه مربطوش ربطه جامده قوي. تمام. دايما لما اعمل الفرق اغير مكانه، يعني شويه اعمله من اليمين، شويه اعمله انا من بشوف ناس كتير حتى من بيبقى باين حتى من الاشاره حاطه فرق من النص، اغير من مكان الفرق، الكلام ده اغير مكان الفرق. اما اسرحش، اما اجي اسرح ما احكش، ما اعملش احتكاك جامد قوي مع فروه الراس. ده حتى لو بمشط واسع، بس برده ما اعملش احتكاك مع فروه الراس، اسرح بالراحه ولو خالص. ولو زيوت يا دكتور، يعني لو زيوت تنصحينا بايه؟ لا بصي، الزيوت راخرة سلاح ذو حدين. الزيوت تستخدم في سن معين بطريقة معينة لناس معينة ما عندهمش مشاكل، إنما الزيت مادة تعتبر إلى حد كبير تقيلة على الشعراية. عشان تحطيها على شعراية متضررة أو مريضة، أنت كده هتلاقي الشعراية اتأذت أكتر ووقعت أكتر. طيب خلينا للأسف، مع من يعني ده غلطة ناس كتير بتغلطها، مش كيدو صغيرين، لا لو كبار شويه مثلا 15 20 سنه بنحط بدا، يعني افضل من الزيوت دلوقتي في اللي هي الامبولات، في لو عايزه تتابع بسيستم حقن معين. طبعا ده بيكون البيرفكت، لان انا الحقن بيخليني استغنى بنسبه 50 60% عن الغذاء اللي واصل من جسمي ببساطه كده للبصيلات. بغذيه انا كمان، بغذيه من بره. انا بديله الغذاء، البصيلات دي بديها الغذاء بتاعها من بره. والشعرايه نفسها بتبدا تطول وبتنمو عادي جدا، مش محتاجه يعني مش محتاجه ان انا اعتمد على جسمها. هي بتعمل رجيم، هي حامل، هي لسه قايمه من ولاده، هي حالتها الصحيه دلوقتي مش مظبوطه، عندها عامل وراثي بيوقع شعرها، فانا مش بعتمد قوي على جسمها داخليا. الحقن بيعوض كل ده. طيب خلينا نقول مش هنحقن، يبقى بنضطر نستخدم علاج لو هي في حاله مرضيه. ما ده كنت عايزه بس يعني ستريس عليه شويه. ما هو العلاج بقى بيكون مختلف على حسب الحاله. احنا اهم حاجه في الشعر ان احنا بناخد هيستوري كويس قوي من العينه اللي جايه. الموضوع التساقط بدا ازاي، شكل الشعرايه لما بتتساقط بتبقى عامله ازاي، شعرايه واقعه من جدرها ولا شعرايه متقطمه، شكل شعر البنت في ايدي اما بنمسكه ونسحبه كده بيقع في ايدي كام شعرايه. كل ده بنبص عليه قبل ما نبتدي نوصف هتتعالج ازاي. وحتى لو هتحقن، هتحقن بسيستم شكله ايه، كل فتره قد ايه، وحسب سنها، حسب سنها كمان، حسب كل حاجه. وشعرها ناعم، شعرها خشن. طب يا دكتور، بلاقي بنات يعني كل يوم، انا ما عنديش مشكله في ان هم ياخدوا شاور او الكلام ده كله، بس عندي مشكله ان هم اوريدي يعني كل يوم بغسل شعري. لا ما ده غلط بقى. ما هو بصي حضرتك، الشعر لا تغسليه كتير ولا ما تغسليهوش خالص. دي بقى نصيحة للبنات، دي أساسية، دي مهمة جدا. مشكور النهار أنا عايشة في المية. لا ده أكبر غلط. أنا عاوز أطلع على طول في وسط أصحابي شعري كيرلي وحلو، فأروح أبله مية على طول. والغلطة الأكبر إني ببله مية وما أحطش كمان شامبو أو حاجة، فأنا ببله بالمية وأسيبه إيه منه للهوا كده. أكبر غلطة تنشف الشعر وتقصفه وتخليه يهيش ويتساقط ويتقطم شعرها، ممكن بعد كده يتقطم منها كده. هبل شعري، يبقى هغسله بالشامبو واغسله كويس، وبعدين احط المواد الطبيعيه او الادويه اللي بعالج بيها، او حتى الماتيريال اللي فيه كريمات تبقى ليف ان مخصوصه بس علشان تحمي الشعرايه من الجو ومن التراب، تغذيه عشان لو انا على طول رابطاه او مغطيه، او مغطيه امشي بالسيستم بتاعي مظبوط مع الشعرايه. وايه، ولما احب اغسل انا دايما بنصح في الشتاء مرتين في الاسبوع، في الصيف 3 مرات في الاسبوع، ده افضل معدل لغسيل الشعر. ماشي يا دكتور، احنا قطع علينا كده خلاص. ماشي يا دكتور، مرسي جدا ليكي الحقيقه، نورتيني. الوقت احنا عايزين وقت على الوقت، صراحه انا ما حسيتش بالوقت معاكي خالص. يعني اتمنى يكون كلنا استفدنا، انا شخصيا استفدت برضو حاجات، نصايح كانت بتفوتني اوريدي هسترس عليها. كل البنات عايزين يعني ايه نركز في كل كلمه اتقالت، نراجع مع الدكتور بتاعنا اول باول، نستشير، مش عيب، ما نعملش حاجه من دماغنا. ميعادنا معاكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع دكتور هاجر سعد. مع السلامه.